والله يمكن مشاكل اللي بتواجه الشركات كتير وتحدياتها كبيرة. ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان هناك قوانين وتشريعات قديمة لا تصلح للوقت الحالي. عملية العلاقة التعاقدية ما بين الشركات والأفراد أصبحت محكومة، يعني ما بقتش تعاقدية. المفروض دي علاقة تجارية ما بيني وما بين العميل، لا بتتدخل فيها كمان وزارة السياحة، لأن المفروض إن وزارة السياحة دي جهة إشراف ورقابة، فبالتالي هي تشرف وتراقب، لكن تدخلها في وضع شروط على الشركات وأعباء على الشركات دي بتضيف للمعتمر ميزة وبتغلي عليه السعر، لكن ما بتفيدش المعتمر في ان هو يقلل السعر بتاعه. طب انتوا عايزين تعملوا ايه عشان تتغلبوا على المشاكل دي، او مثلا ما قدمتوش اي حاجه لوزاره السياحه انها مثلا تسهل والله الافكار شوية؟ موجوده، ويمكن في الاجتماعات اللي بتبقى معموله في غرفه شركات وكالات السفر والسياحه وكذلك الشعبه في الغرفه التجاريه، قدمنا مقترحات وقدمنا عده امور، بس القرار مش دي بتعتبر كلها توصيات اللي تسأل عنها بقى أو إنها تقدر في حيز التنفيذ تعملها هي وزارة السياحة.